نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. شكرا لكم كلكم. انا هبدا كده ان انا اتكلم، هفكركم وافكر نفسي بالموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه المحاضره اللي فاتت. احنا موضوعنا على مدار 7 محاضرات هيكون عن الارشاد الاسري لاسر الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. قلت ان احنا كلنا كاخصائيين او مدرسين او ناس بتشتغل في مجال الاحتياجات الخاصه، مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكون عندنا وعي ازاي نتعامل مع ولي الامر، لان ولي الامر ده هو المفتاح الرئيسي اللي كلنا بنشتغل عليه. لان اذا ولي الامر بدا ان هو يتعلم وبدا ان هو يكون فاهم حاله ابنه، هيبدا بالتبعيه يساعد الاخصائي، لان كتير قوي من اولياء الامور بيعلقوا الحمل كله او المجهود كله بيكون على الاخصائي، ان انت لازم انت بتشتغل وتاخد اجر يبقى انت ابني ده لازم يكون 100%. بينسى ولي الامر دايما ان الاخصائي ده بيكون دوره مع ابنه 45 دقيقه ساعه، ممكن يكون بيروح مؤسسه بيقعد 6 ساعات، وبقيه اليوم بقيه ال 24 ساعه فهو الولد مسؤول من الاسره. فاذا لازم الاسره هي المؤسسه الاولى اللي بتستقبل الطفل، ولازم هي بيكون عليها الجانب الاكبر من الرعايه والتاهيل والتعليم. علشان كده احنا لازم في البدايه خالص اي مؤسسه او اي مركز احتياجات خاصه بيستقبل الطفل اللي هو بيكون اول حد بيبلغ الاسره ومشكلة ابنها، لازم يكون في وحدة للإرشاد الأسري فيها مجموعة من الأخصائيين المدربين والناس اللي هم بيكونوا أقرب ما يكون للأشخاص اللي هم بيشتغلوا في التنمية البشرية. أنا مش بقول إن بتوع التنمية البشرية يجوا يشتغلوا في مجال الاحتياجات الخاصة، بس بقول إن لازم يكون الأخصائي أو الإنسان اللي هيبلغ حالة أو هيشخص حالة أو هيقيم حالة أو يحط درجة الحالة أو هيشتغل على حالات معينة، لابد له ان هو يكون يمتلك من مهارات التواصل والاقناع والابتسامه والقناعه، ازاي ان هو يقنع ولي الامر، ازاي ان هو يرضيه بهذا القضاء وهذا القدر، وازاي ان هو يوصل له المعلومه بطريقه بسيطه، وازاي ان هو يخليه يعرف ان ابنه هيمر بمجموعه من المراحل، وازاي يكون عنده اجابه في كل مرحله من المراحل. يعني ازاي ان احنا بنعمل كورس للطفل بعد ما قيمناه وشخصناه واشتغلنا على الكورس ده هيكون نتيجه الخبرات اللي موجوده عند كل انسان فينا من فريق العمل اللي بيشتغل، واللي عارف ان امكانيات الطفل دي ممكن تيجي في 1 و2 و3 و4 و5. بقدر ان انا احدد اقول النهارده الولد ده ممكن ان احنا ننمي عنده مهارات الحركيه الدقيقه، نقدر يفك ويركب، وممكن ننمي عنده ممكن ان احنا نعلمه الالوان، ممكن ان احنا نعلمه اعضاء الجسم، ممكن ان احنا ننمي عنده الانتباه، ممكن ان احنا ننمي عنده الادراك، مع اختلاف الوسائل والحاجات اللي انا هبدا اشتغل بيها مع الطفل. وبالفعل هيبدا الطفل يحصل على نتائج او هيبقى بروجريس، هيتقدم في بعض العناصر او بعض الاشياء، ساعتها هبدا انقل ولي الامر مرحله ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه الى ان اصل ولي الامر ان هو بقى عنده قدره من القناعه والتعليم والتدريب ازاي ان هو يقدر يتعامل مع ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على ان احنا في البدايه في الاول خالص ان احنا بنتكلم على شعور ولي الامر، ان ولي الامر بيمر بمرحله او بيمر بشعور مش عادي اللي هو من الاحباط والياس وفقدان الامل وعدم القدره على التكيف وعدم القدره على التقبل، وازاي ان هو يبدا يشتغل مع ابنه، وازاي ان هو يبدا يتعامل معاه، وازاي ان هو يقدر يقدم ابنه للمجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصه، وايه نظره الناس لابنه، وازاي هو يتعامل معاه، ويا ترى يحبسه، ويا ترى الموضوع ده بياخد من العلاج والوقت قد ايه، وبيدخل في مرحله متضاربه من المشاعر المختلطه ما بين الاحباط والامل والفشل والياس والعديد من المراحل فيها في موضوع ازاي ان هو يبدا يتعامل مع ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه. دي كلها مرحله الضغوط النفسيه بتمر بيها كل اسره. مرحله من الضغوط النفسيه اللي هي بتمر بيها كل اسره، واللي احنا لازم ان احنا نقدرها، وان احنا لازم ان احنا نعرف ازاي نبدا ان احنا نرفع من مشاعر الامل ونرفع من قدرات ولي الامر ان هو يقدر يواجه مشكلته بنفسه، وان هو يبقى عارف ازاي انه يتعلم قصة ابنه دي، انه يعرف الاسباب، يعرف التشخيص، يعرف التصنيف، يعرف الخطوات اللي انا هشتغلها مع ابنه، وياخد واجب ولي الامر ان انا ادي ولي الامر واجب، مش واجب ان انا بديله انت يكتب من 1 لـ20 ويكتب حرف السين والشين والصاد والضاد، لا انا عايزه اقول لولي الامر لو سمحت من فضلك انا عايزاك تبدا تشتغل معاه مهارات عمليه، وتبدا تشتغل معاه على قد البرنامج بتاعه، وتبدا ان انت تختار الاوقات، اعلم ولي الامر يختار الوقت المناسب ازاي يشتغل مع الطفل.
لازم الطفل يكون مبسوط وعنده قادر وقادر وقابل لعملية التعلم في الوقت ده، وقابل للتدريب والتأهيل عشان أقدر أشتغل معاه. لازم أختار الوسائل والأدوات المناسبة للطفل عشان الطفل يبدأ يستجيب معايا. لازم ولي الأمر كمان يكون متفاعل، يكون متفاعل معايا. ولي الأمر لازم يكون متفاعل معايا، ولازم إن هو كمان يكون بينفذ الخطوات اللي بقول له عليها. طيب بعد ما مر الأب والأم بمرحلة من الضغوط النفسية ومرحلة من المشكلات، ومر ولي الأب ومر الأب والأم بخطوات كتيرة جدا، وإحنا أهلناهم وأخدناهم عندنا واشتغلوا معانا أكتر من مرحلة، والمراحل دي كلها كانت إن ولي الأمر ببدأ أدربه، ببدأ أهله، ببدأ أعلمه كيفية التعامل مع طفلك، إزاي إن أنا أبدأ أساعده إن هو يتفاعل مع الطفل، ازاي ان هو يخدمه، يلبي احتياجاته ازاي، ازاي ان هو يقدر يتعرف على التشخيص بتاع ابنه، ازاي ان هو يقدر يعرف الاخصائيين او فريق العمل اللي هيشتغل مع ابنه. لان طبعا هو في بدايه الامر بيحصل تخبط لولي الامر، بيروح مثلا ولي الامر في البدايه بيقصد الطب على اعتبار ان لكل داء دواء، وعلى اعتبار ان المشكله دي مرض، وعلى اعتبار ان هو ابنه هيشفى منها، وعلى اعتبار ان ثقافتنا في المجتمع العربي كلنا هي الثقافه الدوائيه او الثقافه الطبيه، ان احنا هنروح للدكتور هناخد شويه دواء هنبقى كويسين. دي بدايات الموضوع. وحتى دايما اولياء ولي الامر بيفقد الثقه في الاخصائيين التربويين، فبتبقى ثقته فيهم لا تتعدى 70% لحد ما يبقى يقدم في الموضوع شويه، ويبقى مثلا قضى 4-5 سنين مع ابنه وبدا يشوف التطور الملحوظ، هيحس ان التطور التربوي او التطور في المهارات والادراك والذاكره والانتباه والشغل اللي هو فيس تو فيس مع المعلم، والشغل اللي هو نمى مهاراته وعدل سلوكه ورفع انتباهه وحسن ادراكه، هو ده الشغل اللي بدا يجيب نتيجه مع ابنه مع المكملات الطبيه، لان مفيش دواء هو بيعالج المشكله تماما. واحنا ما نقدرش نقول ان حاله التوحد دي بتتعالج بالدواء بس، ما نقدرش نقول ان المعاق ذهنيا اللي بياخد ادويه لاي مشكله صحيه عنده، سواء كانت في المخ، سواء كانت في الاعصاب، سواء كانت في اعضاء جسمه التانيين، ان هو الدواء ده هو ده الكفيل بعمليه انجاح عمليه الشفاء التام او الخروج او التخلص من المشكله. لان كلنا لو احنا بنشتغل في المجال او اولياء امور عارفين ان الموضوع بياخد مراحل وخطوات للتاهيل والتدريب، وبياخد خطوات ومراحل من العلاج، وفي حالات تبدا تتماثل ان هي تتقارب من الاطفال الطبيعيين، لكن بيكون عنده مهارات التكيفيه بتاعته والمهارات بتاعته اقل من المستوى الطبيعي للطفل اللي في مستوى عمره. احنا بنبص للطفل ده بنقول ايه؟ ان مستوى ان الطفل ده عندي في مشكله، ايه المشكله اللي عندي؟ ان الطفل اللي قدامي ده هو مستوى عمره العقلي مش قد عمره الزمني. يعني لو قلنا مثلا محمد عنده 9 سنين، لكن ده عمره الزمني 9 سنين، لكن عقليته هي بعقليه ال3 سنوات او ال4 سنوات او ال5 سنوات، على حسب تقييمنا لاختبار الذكاء اللي هيتعمل للولد، على حسب اختبار الذكاء اللي هيتعمل للطفل ده. طيب على حسب اختبار الذكاء، على حسب اختبار الذكاء اللي هو بيتعمل للطفل ده، بنبدا نحدد العمر الزمني والعمر العقلي، وهكذا بيجي لنا ولي الامر بيبدا هو يتفاعل مع مشكله ابنه، ويبدا يعرفها كويس، وبعد كده يبدا يشتغل معانا، ويبدا يكون متفاعل معانا في كيفيه علاج ابنه وكيفيه حل المشكله معاه. طيب انا النهارده هبدا اتكلم عن حاجات مهمه قوي من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي اهم حاجه الاشياء اللي هي بتؤثر، الاشياء اللي هي الاعتبارات اللي بتؤثر على الاسره. في اعتبارات بتؤثر على الاسره، علشان كده بتبدا يبقى عندنا جزء من المشكله اللي احنا عايزين نحلها مع الاسره. اول حاجه جنس الاطفال اللي موجودين في البيت، اخوات الطفل العاديين اللي هو المعاق ده اللي بيخالطوه في نطاق الاسره. عامل الجنس ده مهم جدا. الاطفال العاديين الذكور بيبدوا اهتمام واضحا ملحوظا نحوه، بيساعدوه، بيحاولوا ان هم يعطفوا عليه، بيتعاطفوا معاه، بينشغلوا اغلب الاحيان معاه باموره الشخصيه، بيبداوا ان هم يتعاملوا معاه. بعد كده بيبقى تعاملاتهم معاه تعاملات سطحيه، بعد كده بتميل للسلبيه. وخصوصا ليه؟ وخصوصا ان هم لو الاطفال كبار شويه وده طفل صغير، ان هم مش عارفين يلعبوا معاه. كتير قوي من الامهات اللي كانوا بيجوا يشتكوا، قلنا مثلا ايه، احنا كنا بننظم ورش عمل لاخوات الاطفال المعاقين، ازاي هم يخدموهم، وازاي ان هم يلعبوا معاهم، وازاي ان هم يتعاملوا معاهم، وازاي ان هم يشتغلوا معاهم. تمام، ان انا ببدا اجيب مين؟ اخوات الاطفال، اخوات الاطفال ببدا اجيبهم وابدا اقول لهم على طرق،
وابدا اقول لهم على وسائل ازاي ان هم يبداوا يلعبوا معاهم، وازاي ان هم يتفاعلوا معاهم. لان الطفل مثلا بيحب ايه؟ الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصه قدرته على اللعب قليله، لو احنا قلنا على الدرجات المتوسطه وشويه من الموضوع ما بيبانش للعب. طفل زي طفل التوحد بيميل للعب الرمزي، ان هو بيلعب باشياء وحاجات، ويميل ان هو يلعب لوحده ويمسك خيوط او يعمل حاجات. مش كل اللي انا بقوله ده بالضروره يبقى موجود، انا بتكلم على سبيل المثال مش الحق. وعايز يلعب لوحده مش عايز يتفاعل مع اي حد، تحاول اخته او اخوه ان هم يروحوا يلعبوا معاه، وبالتالي هو مش بيهتم بيهم، فبالتالي هم بداوا ما بيهتموش بيه. حتى لما تيجي الام، الامهات بتعاني من مشكله كبيره جدا. كتير من الامهات بتوصل لمرحله من مراحل الاحتراق النفسي، ان هي تيجي تقول لنا ايه؟ انا بقول لاخوه العب مع اخوه، خلي بالك. يقول لا انا العب مع علي، اذا كان هو ما بيتكلمش هو مش عايز يلعب معايا. الطفل الطبيعي هنا بيبدا يتسلل له شعور الرد من اخوه ذوي الاحتياجات الخاصه، على الرغم ان ده مش فاهم وده مش فاهم. ذوي الاحتياجات الخاصه مش عارف طريقه اللعب ومش فاهمها عشان يلعب معاه، والطفل الطبيعي هو مش عايز يضيع وقته ويقعد ان هو يشرح له، لان هو بادر تجاهه مره واثنين وثلاثه، وكانت النهايه ان هم مش قادرين يتواصلوا ومش قادرين يفهموا بعض علشان يبداوا يشتغلوا مع بعض او يبداوا ان هم يساعدوا بعض. طيب، بينما البنت اللي هي بتكون في اسره اللي هي بتميل دايما للامومه والدفء والعاطفه الامومه بتغلب عليها معظم الادوار، فهي بيكون لها اتجاهات. احيانا بيميل للايجابيه بشكل ملحوظ في اغلب الاحيان، واحيانا بيميل للسلبيه اذا كانت حاسه ان هو مش قادر يفهمها او حاسه بمجموعه من الضغوط اللي وقعت عليها، فهي مش قادره ان هي تساعد اخوها من ذوي الاحتياجات الخاصه. الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه، طبعا الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه للاسره هنا تتحكم تحكم كبير جدا. كلما كان العدد قليل كلما كانت الاسره قادره على الصرف، وقادره على ان هي تعطي ابنها جلسات، قادره على عمليه العلاج، ده ساهم بنسبه كبيره جدا ان الرعايه بالنسبه له هتبقى كويسه جدا، وان هو هيتلقى رعايه كويسه وان هو هيتقدم بسرعه. واحنا شفنا كتير قوي قوي، مش هقول برضه ان بالضروره كل قاعده استثناءات، لكل قاعده استثناء. شفنا اسر بتتكون من عدد بسيط من الاطفال، والاب والام متعلمين متفاهمين لطبيعه المشكله، بداوا ان هم يساعدوا ابنهم او بنتهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، عمليه الرعايه الصحيه كويسه، بتتردد على الاطباء اللي هم المفروض بيدعموا الحاله او بيقدروا يساعدوا الحاله او بيقدموا لها العلاج اللي هو بيكمل شغل التدريب بتاعها، بتاخد جلسات تنميه المهارات، تعديل السلوك، التحقت بمكان فعلا مؤهل، المكان قادر يقدم لها خدمات، الحاله بالفعل كويسه. لان مش معظم، مش كل الحالات احنا بنقدر نجيب معاها النتائج اللي احنا فعلا نقدر نحققها، مش كل الحالات نقدر نجيب معاها نتائج كويسه، مش كل الحالات نقدر نطلع بيها ونرتفع بيها لفوق وان هي تبقى تعتمد على ذاتها وتعمل وتعمل وتعمل. لكن اللي بيساعدنا اكتر ان الحاله تتقدم وتجيب نتيجه اهتمام الاسره، الرعايه اللي اتقدمت للطالب نفسه او للطفل نفسه، الاخصائيين والبرنامج اللي اتعمل له والتشخيص والتقييم وعمليه التدخل المبكر اللي حصلت للطفل ده في وقت متقدم، وان احنا قدرنا نجيب معاه نتيجه ولا لا. طيب، بعد كده بنبدا نشوف مثلا الطفل ده فيه اهتمام واضح ملحوظ، بنبدا ان احنا مثلا نساعده، بنبدا نخلي الاسره تبدا تهتم بيه، الاسره اللي قادره ان هي تهتم وبتدي يعني بتوديه اماكن متخصصه وقادره ان هي تصرف عليه، بتكون ان هي حققت له نجاح كبير جدا وتقدم كتير كبير جدا وساعدته. في اسر ثانيه بيكون العامل المستوى الاقتصادي والاجتماعي بيتحكم فيها شويه، ان هي بتنتظر للدور، بتتعامل مع بعض الاماكن والمؤسسات والمستشفيات اللي هي بتديها دور متاخر شويه، ما تمش البدء مع الطفل بدري، ما قدرناش نساعده، فبالتالي حدثت المشكله من هنا. بعد الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه نشوف اللي بعد كده. بعد الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه ايه اللي بعد كده؟ في بعض الحاجات الثانيه زي بعد كده، من ضمن الحاجات برضو اللي بتؤثر على المشكله، المشكلات الاسريه والاجتماعيه. كتير قوي من اولياء الامور بيحصل بينهم مشكلات، الاب والام بيبدا يحصل بينهم مشاكل، الاب بيحمل الام مشكله ان هي تسببت في وجود طفل معاق، والام بتحمل الاب مشكله ان هو تسبب في وجود طفل معاق. كتير قوي من الطرفين ما بيقدروش يكملوا مع بعض، كتير قوي من الطرفين بينفصلوا عن بعض، كتير قوي من الطرفين كل واحد بيحمل التاني مشكله. بعد كده بنوصل لعمليه عدم الاهتمام بالطفل. طبعا في حاجه ثانيه كمان، ممكن الاب يحس بوصمه عار او الام تحس بوصمه عار انها رزقت بهذا بطفل مثل هذا. بس انا اعتقد في الوقت الحالي نظره المجتمع بدات تتغير، ودايما يكون كلام الاخصائيين والمدربين ان نسبه الارتفاع في المشكله زادت، وكلما زادت نسبه ارتفاع المشكله زاد الوعي بيها، وزاد ان احنا كمان نبدا نغير ثقافتنا تجاهها، لان احنا كمجتمعات عربيه عندنا ثقافه مختلفه تماما. يعني في دول اوروبا هتلاقي مثلا ايه، الطفل ممكن يتشخص من قبل الولاده ان هو مصاب باي مشكله، وان هو هيبقى جاي معاق وعنده مشكله. احنا هنا بنشخص بس الداون سندروم اللي بيقدر يتشاف على السونار الرباعي، ان بيقدر يتشاف ان في الطفل ده عنده مشكله او عنده خلل في الكروموزومات، وبالتالي بيقدروا يشخصوه كويس جدا قبل ما يتولد،
وبتعرف ان في طفل معاق جاي، تمام؟ وده بيكون على حسب تقبل الاسره للموضوع نفسه. ومجتمعات بره، مجتمعات اوروبا وامريكا وكندا والدول دي، هم بيقدروا يكشفوا الموضوع بدري، مش بس الداون سيندروم، اعاقات تانيه. وفي حاجه تانيه كمان، اذا ولد الطفل مفيش اي مشكله، بيبدا ان هو تشمله الرعايه الطبيه والصحيه والتعليميه والتدريبيه والجلسات وكل شيء بيبدا. وابداوا مع اولياء الامور يحسوهم ان انتوا عندكم طفل خاص. دايما الطفل المعاق ده احنا نسميه طفل خاص، له احتياجات خاصه. لان احنا لو جينا نشوف يا جماعه، جينا نشوف على خط اللي هو الايه، المنحنى الجرسي اللي بيطبق عليه درجات الذكاء على اختبار ستانفورد بيني والاختبارات اللي بتتعمل للموضوع ده، هنلاقي حاجه اسمها المنحنى الجرسي. المنحنى الجرسي ده احنا بنسميه مسميات عديده. بنسميه ايه؟ اول حاجه عندنا بنحط درجات الذكاء، بنحط صعوبات التعلم في النص، بنحط الذكي والعبقري والموهوب. يعني هو بيبقى زي خط كده، الخط ده نص الخط عليه المشكله التعليميه اللي احنا بنسميها الاعاقه التعليميه او مشكله ذوي صعوبات التعلم وبطيء التعلم والمتاخر دراسيا. تمام؟ شمال يمين الخط بتكون بيبدا الاعاقه بدرجاتها من البسيطه للمتوسطه للشديده. ها شمال الخط بيكون درجات الذكي والعبقري والموهوب. هي دي التقسيمه بتاعتنا. لو احنا جينا اتكلمنا عن الطفل، هنتكلم على الطفل ده ان هو طفل خاص بيحتاج لرعايه من نوع خاص. مش بنقعد نقزم امورنا، لكن احنا قفلنا رؤيتنا وقفلنا الخريطه الذهنيه عندنا كلنا كناس بتشتغل. لو انت كاخصائي بتشتغل مع نوع واحد بس من الحالات، النوع الواحد ده بس من الحالات هي الدرجات الشديده، هتصاب بالاحباط وهتبدا يبقى عندك فكره الكسل، ان انت عايز تشتغل شويه وبعد كده حاسس ان مفيش نتيجه، هتبدا الدفعيه عندك تقل، هيبدا قدرتك تقل. لكن لو انت بتنوع بين الحالات المتوسطه والبسيطه والشديده، هيبقى جاي لك، هتبقى انت كمان بترتب جدولك صح. ودي نصيحه لكل اخصائي، رتب جدولك صح. يعني ايه ارتب جدولي صح؟ يعني انا النهارده احط الحالات عندي بتدرج، عندي حاله بسيطه، عندي حاله متوسطه، عندي حاله شديد. طيب الحالات البسيطه او الحالات المتوسطه او الحالات الشديده، انا في الاول خالص انا هبدا بالولاد السيفير دول، ممكن اخدهم في الاول عشان هم ما بيقدروش يركزوا وينتبهوا، واخدهم بقى الصبح كده يبقوا جايين لطاف ويقدروا يقعدوا ويستفيدوا من الجلسه او يستفيدوا من الشغل معاهم. بعد كده اخد المتوسط، وبعد كده اخد الطفل اللي هو بيعاني من المشكله اللي هو البسيطه. ابدا ارتب جدولي كده واظبطه بحيث ان انا اشوف انا قدراتي، استنفذ قدراتي مع مين الاول. واحد مين بيحتاج مجهود اكبر، ده هاخده في الاول وانا نشيط، بعد كده اخد اللي بعديه، اخد اللي بعديه، اخد اللي بعديه. ابدا ارتب جدولي بهذه الطريقه. طيب الحاجه الثانيه كمان، احنا لما يجي ولي الامر نحسسه ان انت عندك طفل عنده قدرات، احنا عايزين نحط ايدينا على القدرات دي عشان نقدر نطلعها. ولي الامر لو انت عملته بالطريقه دي هيحس فعلا انه ما عندوش مشكله. لكن لو ولي الامر يجي يقول مثلا، انت تقول لولي الامر الحقيقه، وانت بتقول له الحقيقه تقولها له عشان ما يبداش يستعجلك. تمام جدا، انا ممكن اقول له دلوقتي احنا عندنا قدرات معينه، واحنا لازم نحط ايدينا على القدرات دي، بس لازم ننميها ونأهلها، واحنا محتاجين ان احنا نمشي الموضوع بخطوات بترتيب بجدول زمني. الجدول ده قابل للزياده وقابل للنقصان على حسب استجاباته وحالته المزاجيه، وابدا اشرح له بالطريقه دي. لكن ما ينفعش يجي ولي الامر اقول له ايه، انت بص احنا يعني كده نتكلم في 5 6 سنين قدام، بعد 5 6 سنين قدام ممكن اوعدك انه يبقى قاعد على الكرسي، 10 سنين كمان قدام اوعدك انه يركب الحلقات الاخضر والاحمر والاصفر والحاجات دي، 19 سنه جايين ان شاء الله باذن الله يعني اقدر اوعدك ان انا مش هكون مكمل معاك. طبعا الكلام ده كلام طبعا ما ينفعش ان هو يصار لولي الامر، لازم ولي الامر وانت بتتكلمه بتدي له الامل القريب البعيد اللي في متناول ايدينا واللي نقدر ننفذه، اللي متناسب مع حاله الطفل واللي انا اقدر اعمله، اللي انا اقدر اشوف ان الطفل احتياجاته على قد مستواه دلوقتي. يعني لو انا شايف دلوقتي طفل مثلا مستواه ان انا عايزه اخليه يبدا ينمي مهاراته الحركيه الدقيقه، ابدا معاه الاول بتدريبات متدرجه، تمام، في مهارات الحركيه الدقيقه، وانهيها مثلا ان انا ابدا اعمل عمليه مسك القلم او ان هو يمسك الورق. لما بنمي مهاراته الحركيه الدقيقه في بعض الحالات انا بكون هدفي منها النهارده ان انا ابدا امسكه القلم عشان يبدا يتعلم الكتابه مثلا، او يبدا ان هو يستخدم الكتاب. لكن في الاول خالص ما ينفعش ان انا اجيب القلم واقول له انا ماسكه ايدي على ايده وبعلمه بطريقه ان هو يكتب وايدي على ايديه، لا طبعا، لازم الاول ان انا احرك ايدي وتبدا ايدي تشتغل الاول. الاول مثلا لو انا قلت تدرب المهارات الحركيه الدقيقه، هبدا حضرتك اجيب له الكوره اللينه خالص اللي هي الطريه اللي هي عامله زي الاسفنج او حته اسفنجه، تبقى مرنه وغلاميه، ويبدا ان هو يتحرك فيها كتير، يحرك يمسكها بايديه كتير قوي ويعملها بايديه ان هو يضغطها بايديه. بلاش الكلام ده. طبقين ميه، حته اسفنجه،
احطها في طبق الميه، يبقى يشيلها من الميه هيفرح جدا، هيبقى فيها اثاره اكتر من حاجه. تأثر بصري، حركه عينيه وايديه الاثنين اتحركوا في حاجه واحده، عينيه وايديه قدروا يركزوا، عينيه وايديه قدروا ان هم يشتغلوا، ان هو يشيل بقى السفنجه اللي هي فيها ميه ويقوم حاططها في الطبق الثاني ويقوم قابضها بايديه كده، تبدا كلتا يديه ان هي تبدا تشتغل. بدات بالجزء الكبير، بعد كده بدات ان انا مثلا ايه اخليه يلعب بالرمل، بدات ان انا اخليه يركب الحلقان الكبيره اللي هي المصفوفات الكبيره دي، بعد كده دخلنا على موضوع الخرز، الخرز الكبير قوي، بعد كده الخرز المتوسط، بعد كده الخرز الصغير، ابدا ان انا ادربه ازاي تتعقد المهارات الحركيه الدقيقه عنده، من الاسهل للاصعب ابدا ادرج المهاره عنده بالتدريج او بخطوات تدريجيه، بحيث ان انا اقدر اساعده ان هو يبدا يتقدم، وان انا في نفس الوقت نقلت الاب والام للمراحل. والكلام ده بيكون من خلال معرفه الاب والام، بداوا يعرفوا، بداوا يتثقفوا، وبدات ان انا اصحح له المعلومه وازاي تشتغل. مفيش حاجه اسمها ولي الامر ما يعرفش البرنامج. نرجع نكمل كلامنا تاني. طيب بعد يا جماعه ما انا قلت ان انا قلت لولي الامر التدرجات، وقلت لولي الامر ازاي كده ابدا ان انا اشتغل مع ابنه، وازاي ان انا مثلا اديت مثال على المهارات الحركيه الدقيقه بتطورها، وازاي ان انا هبدا اساعده ان مهاراته الحركيه الدقيقه تبدا تتطور، وازاي ان انا هساعده او ان انا هبدا احل معاه المشكله تطوير المهارات الحركيه الدقيقه عند ابنك، والخطوات اللي المفروض الاب يستخدمها، والمفروض الخطوات اللي الاب يبدا او الام تبدا تتعامل معاها. دي المشكله، القلق على مستقبل الطفل. دي مرحله بقى بتيجي في المنتصف، بعد ما الاب والام يحسوا ان ابنهم بدا يتقدم، حسوا ان الولد بدا يتقدم او البنت بدات تتقدم، وبعد كده وصلنا لمرحله ركود. دي مرحله طبيعيه جدا بتيجي عند الاطفال كلهم، وارد انها تيجي عند الاطفال كلهم، تمام. ايه هي مرحله الركود يا جماعه؟ مرحله الركود دي ان يجي الطفل يوصل لمرحله ان هو ما بيتقدمش، او وصل لمرحله هو ده كان السقف بتاعه او الاخر بتاعه، عملنا معاه كل المهارات ووصل المرحله دي، بيبدا ولي الامر. يعني دايما الناس بتعيش على امل، وانا وانتم كلنا بنعيش على امل ان الله على كل شيء قدير، ان الحاله تتعالج تماما او تشفى. ده دايما شعور ولي الامر، انا عايز ابني يخف، عايز ابني يبقى طبيعي، يا ترى هيقدر يروح المدرسه. بيفضل ولي الامر على امل مرحله المدرسه، ده من سن بدري جدا، من السن الاولاني خالص، اللي هو السن بتاع ايه؟ السن اللي هو بتاع منذ الاصابه لحد ما اكتشف الموضوع وتشخص، لحد ما يجي سن المدرسه وتبدا تمر عنده ازمه نفسيه. ويا ريت تراعوا الموضوع ده مع اولياء الامور، ازمه نفسيه في كل عام دراسي جديد بيبدا، كل عام دراسي جديد بيبدا عند ولي الامر هي ازمه نفسيه كبيره، ان ابنه في دار ليه كان قد نفس مستوى ابنه، وهو دلوقتي في سنه ثانيه ابتدائي، وهو دلوقتي لو كان راح المدرسه وتحسن كان هيبقى في سنه ثانيه ابتدائي، وكان زمانه في المدرسه الفلانيه، ويبدا الاب يطمح طموحات، ويبدا يشوف خريطه ذهنيه كان هو راسمها اذا الابن ده كان طبيعي او ما كانش عنده مشكله، ان هو كان زمانه دلوقتي ملتحق بالمدرسه العاديه، وكان زمانه زي فلان وفلان 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 اللي هم من نفس سنه واللي هم بيروحوا المدرسه. طبعا لازم كل موسم دراسي بتبص تلاقي في فجوه كبيره جدا عند كل اولياء الامور، كلهم بيبداوا ان هم يتناقشوا، كلهم بيبداوا ان هم يجوا ويتكلموا، طب يعني السنه الجايه العام الدراسي الجديد، ويبداوا من شهر 7 ومن شهر 8 يتكلموا معانا، طب يعني على شهر 9 الجاي هيروح المدرسه، اصل احنا شفنا مدرسه جنبنا يا ترى هيقدر يقدم فيها ولا لا، طب احنا هنقدم ونجرب، ويبدا ولي الامر يدخل في حيره من امره، لانه مش عارف المستقبل اللي مستني الطفل ده ايه، مش عارف الخدمات اللي ممكن هتتقدم لابنه ايه. واحنا علشان كده لازم واحنا بنرسم المستقبل لولي الامر نديله مجموعه من الخطوات عشان ولي الامر يبدا يفهم الموضوع ويبدا يبقى عارف الموضوع صح. حاجه ثانيه كمان، اذا احنا بنشتغل في مراكز او بنشتغل في مؤسسات لازم نشتغل على العامل النفسي لولي الامر. ليه ما نفتحش السنه الدراسيه بتاعتنا كلنا في شهر 9؟ وليه ما نعملش السنه الدراسيه بتاعتنا على ان الولاد، احنا كان عندنا مثلا في رساله في مصر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي نعمل امتحان اخر السنه اجزام للولاد، وكنا نقعد الولاد على الكراسي ويمتحنوا، ونقول لاولياء الامور على ميعاد الامتحان وايه المهارات اللي هيمتحنوا فيها وايه الحاجات اللي هيمتحنوا فيها، ويقعدوا في لجنه امتحان ونبدا نصورهم ونعمل لكل واحد ورقه عمل صغيره كده ويمتحن ويتصور، ولي الامر يبقى عارف ان ابنه عنده امتحان ويذاكر معاه ويجتهد معاه. بدانا نخفف الضغط النفسي على ولي الامر، وبدانا ان احنا نعمل له زي مدرسه صغيره، المدرسه الصغيره دي على قده، متناسبه معاه، متناسبه مع قدراته مع امكانياته، وقدرنا ان احنا نحقق معاه نتائج كويسه. وفي نفس الوقت ولي الامر بدا يحس ان المستوى ده مناسب لابنه، وان هو مش في احتياج ان هو يروح المدرسه، انه بالفعل وجد مدرسه مناسبه لابنه او مركز او مؤسسه تقدر تساعد الابن او البنت. عايز اقول على حاجه كمان، المجال اتطور، يعني من زمان كنا بادئين مثلا من 16 سنه لما كنا بدانا نشتغل ما كانش عندنا لا ادوات ولا وسائل ولا افكار ولا حتى برامج مترجمه،
وكان يعني بيعرف حاجة بيحاول يساعد بيها الناس كلها، وكنا بنشتغل بطريقة الاجتهاد وبطريقة إن إحنا بنعلم نفسنا بنفسنا، وإن إحنا حتى الأدوات كنا بنصممها، الكروت كنا إحنا اللي بنغلفها على إيدينا، كل الشغل كنا بنعمله، محدش كان بيجيب أي حاجة. دلوقتي الدنيا اتطورت، في وسائل تعليمية كتير، في قنوات مفتوحة للتعليم، في دورات، في تدريب، في تأهيل، في حاجات كتيرة قوي. ولي الأمر كمان يا جماعة اللي أنتوا بتتعاملوا معاه، حتى لو ولي الأمر الأول مرة هو بيكون جاي لك قاري، حتى لو قاري معلومات غلط، لان زي ما احنا شايفين النت مليان الكثير من المعلومات، في معلومات بتكون ناقصه، في معلومات متوسطه، في معلومات كامله، في معلومات غير حقيقيه. يعني ولي الامر دايما يجي يقول لك مثلا ايه، انا قريت في برنامج سان رايز لعلاج الاطفال التوحديين ان الطفل كبر وبقى عنده مركز مش عارفه مين، وان في اب توحدي نجح في علاج ابنه زوج 18 شهر من الاصابه بالتوحد، وقدر ينجح ان هو يعالج ابنه، قدر ينجح ان هو يعالج ابنه وان هو يوصل معاه ويوصله للعلاج والشفاء التام، والطفل طول ما عنده مرض دايما ولي الامر بيقرا يحب دايما ان هو يوصل للاسطوره دي من غير ما يعرف الخطوات. في حاجه ثانيه كمان، اذا حد قص عليه اي قصه وقال له ايه فلان كان زي ابنك كده وبقى تمام، مع ان ممكن يكون فلان هو بيقول له عليه ده مختلف تماما عنه، هو مش زيه خالص، حاله بسيطه جدا جدا، ولا كانت ممكن في عنده خطا في التشخيص او خطا في التصنيف او شك صغير، لان في حالات كتير قوي دلوقتي احنا كمان عندنا حالات دلوقتي لا تشخص ولا تصنف تحت بنود معينه، يعني ممكن يجي يقول لك مثلا كذا 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 ده ظروفه كذا او حالته كذا او ان هو بيعمل كذا، تمام؟ فتيجي ان انت تقارنه بحاله ثانيه تلاقي الحاله الثانيه دي مختلفه عنه تماما 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 تماما، غير الموضوع ده خالص، لكنها تشابهت في الاعراض فاحنا شكينا ان هي ممكن يكون عندها المشكله دي. المشكلات الاسريه والاجتماعيه، القلق على مستقبل الطفل، مشكله الاداء الاستقلالي للطفل. العامل ده بيتضمن ايه؟ القلق والتوتر اللي بيعيشه ولي الامر بسبب الصعوبه في اداء الطفل الاستقلاليه، الطفل مش عارف يروح الحمام، مش عارف يلبس، مش عارف ياكل، مش عارف يشرب، مش عارف يحافظ على نظافه ملابسه، بيمشي من غير مش هيقدر يمشي من غير مساعده، معقول هيقدر ينزل الشارع؟ معقول؟ بس انا عايز اقول لو الاهالي او اولياء الامور بداوا يدوا فكره الاعتماد لاولادهم، بدات المؤسسات تنفذ انشطه مناسبه لحالات الاطفال. يعني ايه انشطه مناسبه لحالات الاطفال؟ يعني انا شايفه مثلا ان في طفل يقدر يعتمد على ذاته ومستواه وقدراته، يقدر يمشي لوحده، يقدر ان انا اعلمه فكره البيع والشراء، يقدر ان هو مثلا اعلمه فكره عبور الشارع من خلال المدينه المروريه. انا شفت المدينه المروريه كانت رائعه جدا، موجوده في مركز الشارقه للخدمات الانسانيه في مدينه الشارقه، مش مدينه الشارقه، هي في فرع الزيز او الزيد، انا مش فاكره الاسم ايه، انا شفتها لما زرت المكان ده. عايز اقول ان كان المدينه المكان ده عاملين زي شارع مروري، حاطين فيه اشاره المرور، حاطين فيه عربيات، حاطين فيه علامات المرور، وكانوا بيعلموا الاولاد ازاي ان هم يعبروا الطريق ويعبروا الشارع. دول الاولاد اللي هم يقدروا يتعلموا المهاره دي، لان مثلا ما تجيبليش طفل حالته شديده وتقولي انا النهارده عايزه اعلمه مهاره عبور الشارع، ده عشان يتعلمها ده محتاج منك الاول يكون انتباهه وادراكه وامكانيات كتيره جدا تكون عنده معقوله، عشان اقدر اخد الخطوه دي واقدر اعلمها له. لان ما ينفعش ان انا علمته في مكانه وبعد كده لازم انزل اعلم بيه في الشارع، لان وانا بعلم المهارات لازم تراعوا الكلام ده كويس. كتبت له ولي الامر ايه؟ ابنك بيتكلم معايا، بيشتغل معايا، قال لي اسمه، وقال لي كل انواع الخضار وكل انواع الفاكهه، وقال لي كل، واديك شايف اهو انا بسجل لك اهو وانت شايف وانا شغال، ما عنديش مشكله خالص، انا شغال، انت بقى ايه مشكلتك؟ ليه ما بيقولش معاك؟ لان حضرتك وقعت في غلطه كبيره جدا الاخصائي، ان انت ما عملتش ما نجحتش الطفل ان هو يمر بعمليه التعميم. عمليه التعميم اللي هي ايه؟ ان هو ينقل المهاره بتاعت حضرتك واثرها للاخرين، ان هو يقدر ان هو ادربه بقى ان هو ينقل المهاره للاخرين، يقدر ان هو يتفاعل مع الناس، تقدر الناس تستفيد منه، تقدر الناس ان هي تبدا ان هو مثلا علمته السلام يبقى يسلم على كل الناس المحيطين بيه، علمته فكره مثلا ان هو يخبط على الباب، يخبطش بس على الصف بتاعي ولا يخبط بس على الاوضه بتاعتي، لا يخبط على كل الصفوف وعلى كل الاماكن المحيطه بالطفل ده. مشكلات الاداء الاستقلالي احنا قلناها عدم القدره على تحمل اعباء ملابسه. طبعا في حاجات كتير جدا في الاسره، الاسره في اسر اللي هي بتكون مثلا عندها مشاكل اقتصاديه، ما عندهاش القدره على دعم الطفل، ما تعرفش التعميم في باقي المواقف، مش فاهم ايه السؤال يا استاذ محمود عشان اقدر افيدك. تمام، ما انا بقول نقل الخبره من مركز التعميم في كل المواقف، وبرده الاسره تعلم ابنها ان هو يبدا يعمم اي حاجه الاسره بتعلمها له، وان هو يعمم الخبرات الايجابيه مش الخبرات السلبيه، ما ينقلش الحاجات السلبيه، تمام، ما يكونش ما ينقلش العدوانيه، ما ينقلش الضرب، ما ينقلش الفاظ سيئه اذا هو طفل فيربال ناطق او متحدث. لازم ان احنا نبدا نختار الحاجات الايجابيه اللي هي تعلم مع الطفل وتعلم معاه، وان هي تبقى نجحنا ان احنا نقلنا معاه
سلوك ايجابي. عدم القدره على تحمل ملابسه على اعباء الملابس. معلش طبعا انا اتكلمت يا جماعه على ردود فعل الوالدين لولاد الطفل من شديد الاعاقه، لان احنا نبدا نتكلم على احتياجات الاطفال في كل اعاقه من الاعاقات. احنا عندنا الاعاقه السمعيه، عندنا الاعاقه البصريه، عندنا اللي هو الاعاقه الجسديه او الشلل الدماغي، عندنا التوحد، عندنا مشكلات صعوبات التعلم والمشكلات الدراسيه، عندنا كتير جدا من الاعاقات، داون سندروم، اضطرابات كتيره جدا من الاضطرابات اللي هنتكلم فيها، لان في مشكله كبيره جدا. ولي الامر بيفضل في الفتره الاولانيه شايف ان هو عنده مشكله كبيره جدا مش ممكن حلها، ما فيش طريق نمشي فيه، ما عندناش خطوات، مش ممكن هتتحل، انتوا هتدوا له جلسات امتى يخف؟ ده مش هيخف ابدا. كل التوتر ده لازم انت تبدا على الاقل خالص هتدي للولد 5 جلسات كاخصائي، ولو انت بتشتغل مع ولي الامر يستحسن ان يكون في حد منفصل بيشتغل مع ولي الامر، ابنه في الجلسه وهو بياخد جلسه ثانيه، الجلسه الثانيه هي ارشاد اسري، الطفل بياخد جلسه ولي الامر بياخد جلسه. المرحله اللي ابنه هياخدها النهارده انت بتوصلها لولي الامر، بحيث ان انت هتمشيهم الاثنين في طريق واحد، هما الاثنين ماسكين ايدهم في ايد بعض، بيمشوا خطوات متزامنه مع بعض، يقدروا يجيبوا نتيجه كويسه جدا مع بعضهم. ايه ردود فعل الوالدين لولاد الطفل من شديد الاعاقه؟ اول حاجه الصدمه، يشعر بالحذر ان الطفل ده يرتبط بيه، يشعر بالحذر، يعمل بمثابه غطاء واقي للوالدين. بيفضل كده مش قادرين، مش عارفين، هما بيحاولوا ينظموا افكارهم، بيطوروا نظام ما للتعامل مع الازمه. الصدمه هتاخد وقت ممكن يكون قصير، لكن في ناس بتحب تعيش في الصدمه لفترات طويله، وبعد ما تطلع من الصدمه شويه تدخل في مرحله انتكاس، وهكذا وهكذا وهكذا. النكران والرفض ان هم ناكرين الموضوع، وحتى لما حد يجي يكلمه، يعني كتير قوي من الامهات ابقى انا قاعده واحده تعرف ان انا مثلا في مجال الخيال، في اطفال انا بشوفهم ممكن اشوفهم في اي مكان في الشارع، في اي مكان اقدر اشخصهم من غير ما ارجع للاستمارات والورق والكلام ده كله، ان بعد فتره من الزمان من الشغل في المجال انت بتقدر بتكون عندك الخبره، بتعرف الطفل وهو ماشي من مشيته او بتعرفه كده وهو داخل عليك، تمام؟ فتيجي الام تقول لك مثلا ايه، شايفه الولد قاعد وساكت وكويس جدا والسلوك بتاعه ايجابي جدا في الشارع او في مكان ما، وبعد فتره قمت لك مثلا ايه، بقول لها انا كذا كذا بشتغل كذا، طب ايه رايك في البرنامج؟ اقول لها دي كذا واعقتها كذا، وانت عرفتيها ازاي؟ وتبدا رد فعل وشها عليا كان انا ارتكبت جريمه كبيره، ان انا فسرت الموقف وترجمته، لان انا عندي خبره، ممكن غيري ما يكونش عنده خبره انه يقدر يشوف الطفل ده ويحكم عليه ويقدر يديله الحكم بتاعه من اول مره، تمام؟ فيبدا ولي الامر يبدا يدخل معاك في مرحله من الجدال، ليه؟ ومين قال لك ان هو كده؟ ده اتحسن كتير، مين اللي قال لك؟ لا ما تقولش الكلام ده، لا 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 ده اتحسن كتير، ازاي عرفت ان وتوحد كمان ومش عارفه ايه، وعرفت ازاي الكلام ده؟ ده واضح جدا. وطبعا يعني ان احنا بنقول لولي الامر الكلام ده، طبعا مرحله النكران والرفض بتبقى مرحله متطوره، دايما ولي الامر عايز يعمل ايه؟ لما يكون خارج الشارع، وده حقه طبعا، عايز يخرج الشارع يحس ان ابنه بيتعامل على انه طفل طبيعي، على انه طفل ما بتقدملوش اي خدمه ولا اي شعور بالشفقه ولا اي شعور على ولي الامر ولا اي اشفاق على ولي الامر، يا ده انت غلبان ومسكين ازاي عايش مع ولد زي ده؟ طب انت بتعمل له ايه؟ طب يعني انت لا ربنا معاك ومش عارفه ايه؟ لان طبعا احنا ثقافتنا كانت زمان ان الحالات دي حالات ميؤوس منها، مفيش منها لا علاج، مفيش حاجه اسمها تاهيل وتدريب، التاهيل والتدريب ده كنا بنقعد نسمع عنه لما يبقى حد من 30 سنه عنده طفل من الاحتياجات الخاصه، يقول لك ده في فلان ده خد ابنه امريكا وعمل له وعمل له، طبعا ده كانت طموحات، تحس كده ان صوره برج اسمه ايه ده تمثال الحريه بيجي قدامك كده، ونيويورك على طول تترسم قدام عينيك، ان يا ده هي دي البلد الوحيده اللي هتقدم الخدمات وهتقدر تطور وهتقدر تدرب الاطفال وهتقدر ان هي تقدم، ما كانش حد يعرف يعني ايه جلسات تخاطب، ما حدش يعرف يعني ايه تعديل سلوك، ما حدش يعرف يعني ايه تنميه مهارات، كل الكلام ده كله بدا يحصل فيه دلوقتي طفره، لان بدات الحاجات تتنقل، بدا العلم يبقى قليل، ممكن الام او الاب يشتغلوا اخصائي لابنهم، وده مش غلط ومش عيب ان ولي الامر يقعد يدرب ابنه، مش غلط ومش عيب ان ولي الامر يجيب ترابيزه وكرسيين ويجيب شويه ادوات من اي مكان يشتريهم من اي شركه وسائل تعليميه ويبدا يطبق شغلك، ده مش معنى كده ان انت مش مهم او انه هيبدا يلغي شغلك، غلط، هو مش هيلغي شغلك لانه ما يعرفش يعمل شغلك، لسبب واحد بس، لان علاقه الاب والام بابنهم كاخصائيين علاقه لن تستمر طويلا وهي علاقه فاشله. لان الطفل بالكثير قوي يقعد معاك 15 دقيقه انت تقدر تثبته في شخصيتك وقوتك وخبراتك وفي افكارك اكتر من ولي الامر. لازم كمان ان ولي الامر ده تاكيد على شغلك وان انت بتنقل له الخبره ان هو يبدا يشتغل معاه ويتعامل معاه ويساعده، ده مش غلط. ان احنا كده بنعمل عمليه من عمليات تكثيف التدريب وشموليته وعدم انقطاعه. المقصود بالتكثيف هنا ايه؟ ان انا امشي على نفس الهدف بنفس الوسائل. بمعنى ايه؟ انا مشيت على نفس الهدف، انا النهارده علمته ايه؟ موزه، تفاحه، برتقانه، قلت لولي الامر طبق معاه الحاجات دي، وريت ولي الامر نفس الوسائل اللي انا شغال عليها، نفس الكروت عشان الطفل ما يستغربهاش، ونبدا نوحد الماتيريالز اللي احنا بنشتغل بيها
ونوحد كمان العامل البيئي في الوسيله التعليميه اللي احنا بنشتغلها. ان احنا بنوحد العامل البيئي في الوسيله التعليميه اللي احنا بنشتغلها. ده هيخدم الطفل كويس قوي. كده انا عملت له ايه؟ كده انا عملت له ايه؟ انا عملت عمليه تكثيف. بالتكثيف مش هنا ايه؟ انه جه عندي يعني مثلا في ولي امرك مثلا ايه؟ انتوا مثلا مؤسسه مركز اهلي مثلا بتاخدوا فلوس اقل. ايه يعني لما احجز له عندكم شهرين ثلاثه ويجي عندكم برضه يروح عند فلان وفلان وفلان وفلان؟ انا ماشيه باهدافه بطريقه وفلان ماشي على اهداف ثانيه وبطريقه ثانيه. الطفل بقى بيعمل ايه؟ الطفل بقى بيقعد يستعبط ان هو بيقعد ايه؟ بيكبر دماغه خالص، لا يشتغل معايا ولا يشتغل مع فلان ولا الثاني ولا الثالث. لكن لو احنا مثلا وحدنا الجهود ان ولي الامر يشتغل او هو بيروح في اي مكان ثاني، بس انا بقول دايما عمليه التكثيف والشموليه والتركيز معناها ان هو ايه؟ ما نقطعش مده تدريب البرنامج، مش المقصود بيها ان هو يتردد على العديد من المراكز ويتردد على العديد من الاخصائيين ان هم يبداوا يقدموا له الخدمه او ان هم يبداوا يساعدوه او ان هم يبداوا ان هم يعملوا معاه شغل او يعملوا معاه حاجات كتير. لا، مش لازم ان احنا ناخد فكرتنا عن تكثيف البرنامج ان هي يعني الشغل مع اكتر من شخص. اهم حاجه الصح ان احنا نبدا نحدد المشكلة اللي عند الولد فين؟ إن إحنا نبدأ نحدد مشكلة الولد أو البنت، إن إحنا نشخصه صح. عملية التدريب الأولى بتتم معاه صح، إذا الحاجات دي مشيت بخطواتها يبدأ يبقى في تطور. عايز أقول على حاجة، كل حالة لها سقف معين بتوصل له وتقف، ستوب هنا. كل حالة لها سقف بتقف عنده ستوب، كل حالة لها خطوات بتقف عندها وستوب، كل حالة مش ستوب إن إحنا يعني خلاص إحنا هنجيب منين؟ لأ، هو إن الله على كل شيء قدير، بس في حاجات في إمكان الطفل، يعني الطفل مثلا عنده إعاقة حركية في إيديه مثلا، في مشكلة في إيديه. تمام، لازم نعمل جلسات علاج طبيعي وعلاج وظيفي وحاجات معينه، لكن مش مره واحده يمسك القلم ويكتب. السقف بتاعه المتوقع انه يقدر مثلا يركب المصفوفات، السقف بتاعه المتوقع انه يقدر يستخدم ايديه مثلا في موضوع ان هو مثلا ايه يعمل زي البصمه او ان هو يحط صبعه في الالوان ويبدا ان هو يزركش بيها داخل حاجه مثلا. انا بدي فروض، لكن مع التدريب والتاهيل على المدى البطيء هيقدر يجيب نتائج، لكن النتائج مش هتجيلنا بسرعه او في الوقت اللي احنا متوقعين. ولازم ولي الامر تعرفه حاجتين، العمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه الاخصائي او ولي الامر يحتاج لحاجتين، الصبر والوقت. الصبر والوقت، لازم الموضوع ده يحتاج صبر ووقت في عمليه التاهيل، ان الاب والام الاخصائي يكونوا صبورين على الطفل والوقت. حاجه ثانيه كمان، وانت بتدرب الطفل بلاش تصرخ فيه وبلاش يبقى فيه قسوه، لان انت بتلعب على مشاعر ولي الامر، على قلب ولي الامر. ولي الامر لو دخل مكان لقى الناس اللي فيه بتزعق والناس اللي فيه قاسيه والناس اللي فيه بتتعامل بطريقه مش طريقه فيها تاهيل او طريقه كويسه مع الطفل، بيبدا ولي الامر يسيبه حاله من الخوف. ازاي اسيب ابني هنا وازاي يتعامل كده وازاي ان الولد داخل بالخوف؟ وهو مفيش خوف اهل طفل، مفيش خوف عدل سلوك طفل، مفيش خوف نجح في استمراريه سلوك. يعني في طفل بيخاف يقوم مش لانه عرف ان تفسير السلوك ان هو لما يتحرك ويخرب ان ده غلط. لا، مش هي دي المشكله اللي عنده، هو الطفل دلوقتي خاف من شخص معين، اذا غاب الشخص خلاص في استمراريه للسلوك السلبي، احنا مش هنقدر ناثر على سلوكه ده لان احنا ما نجحناش في تعديل سلوكه الايجابي. ما نجحناش ان احنا نعدل السلوك بطريقه ايجابيه، ان احنا نعلم الطفل ان الصح وقت الدرس او الكلاس ان انت قاعد على الكرسي. الصح وقت الدرس او كذا ان انت كذا، الصح وقت الدرس او كذا ان انت تعمل وتعمل وتعمل. الشعور بالاسف اللي هي استجابه الام وخيبه امل شديده للوالدين لوفاه الطفل العادي مثلا، ان مثلا طفل عادي مثلا توفاه الله والطفل ده هو اللي عايش، طب كان كذا ليه ما حصلش الابدال؟ حاجات قدريه كده دايما اولياء الامور بيتكلموا فيها، او دايما اولياء الامور بيكون عندهم المشكله دي. اذا انت ما نجحتش انت تثقفه وتعلمه، ودايما ولي الامر دايما بيحب يجدد في الاخصائيين ويطور في الاماكن ويروح هنا ويجري هنا على امل ان هو يقدر يحصل على سلوك او يقدر يحصل على تطور عند الطفل او يقدر ان انا اساعد الطفل ده بايه. العزله واجتناب الاقارب والاصدقاء بحجه تخصيص وقت اكبر للعنايه بطفلهم. لا، انا شايفه ان لازم دايما انت تحط دايما في الجدول بتاعك او البرنامج بتاعك ان انت دايما تقول لاولياء الامور لازم يبقى عندنا جزء اجتماعي، لازم يتفاعل مع اولاد خالته وخاله وعمه. يعني دايما كنا بنجيب صور للعيله للاسره للاب والام والاخوات والاخوه وحاجات زي كده، بنجيب صور للناس المحيطين بالطفل، بنجيب صور لاخواته لابوه لامه لعيلته للتجمعات الاجتماعيه لليوم الاجتماعي لليوم اللي هيخرج فيه. القصه اللي الام هتقعد تحكيها لابنها، يعني يوم الخميس اللي هنخرج فيه هنروح عند جده وعند تيتا وهنلعب هناك وهنتعامل وهتركب كذا وهتلعب مع ابن خالتك كذا،
كل المجتمع الام بتصنعه له ده المجتمع اللي هو يبدا يتعود عليه وهو هيفرض نفسه عليه، وهتبدا فكره التقبل تحصل من هنا. مثلا تقول لك مثلا احنا بناخد ان انت تقعد تبص لنا، انا عايز اعرف يعني لسه بص انا سيبوه يلعب. التقبل نفسه ولي الامر واحده واحده هتبدا الناس هتتعود على الوضع ده، واحده واحده هو يبدا يهدى، واحده واحده هو يبدا يتجاوب، هيبدا يتفاعل، هيبدا نموه يعلو شويه، ادراكه يرتفع، انتباهه يعلى، واحده واحده هيبقى متفاعل ويبقى كويس جدا مع ولي الامر. العزله، اجتناب الاقارب، الحمايه الزائده ان احنا خايفين عليه، قافلين عليه دايما، بنخاف، شايلينه على طول، ما بنعلموش يتحرك كتير، لابس بامبرز عشان ما فيش حد يغير له، وحدش مش عارفه يحصل له ايه، حاجات كتير. التقبل والتعامل مع الطفل ان احنا لازم نبدا نتقبله، نبدا ان احنا نتعامل معاه، نبدا نقدم له خدمه جيده عشان الطفل يكون مستجد معانا. طيب انا كده اتكلمت عن الجزء بتاع محاضره النهارده. انا دلوقتي هفتح باب الاسئله، اللي عنده اي سؤال او استفسار انا معاكم على مدار العشر دقايق الجايين للسؤال والاستفسار. اتفضل. الماده العلميه هي موجوده هنا، انا قلت للدعم الفني يرفعها في صفحتي كمان يا جماعه، اللي هي الهانديكاب، صفحه هانديكاب الدعم الفني، هيديكم اللينك بتاعها. هانديكاب هي مجموعه مغلقه، تقدروا ان انتوا تدخلوا عليها، وانا اقبلكم، انا بقبل الاضافات مفيش مشكله. وتلاقوا الماده العلميه انا حملتها عليها وهحملها لكم تاني مفيش مشكله. صفحتي اسمها هانديكاب. في سؤال جالي بيقول طفل عنده 6 سنوات عنده تاخر عقلي عن عمره الزمن، باي برنامج نقيمه ونتعامل معاه حتى يقدر يتماشي مع دراسته في الصف الاول؟ طيب الطفل ده مين اللي قال ان عنده تاخر عقلي؟ الاول اختبار الذكاء، درجه الذكاء اللي اتعملت له ايه؟ طفل في سنه اولى ابتدائي يعاني من التاخر العقلي، كلمه تاخر العقلي لا تطلق الا اذا كنا اجرينا اختبار ذكاء، هو واقع في منطقه التاخر العقلي. تأخر العقل اللي هي ايه يعني؟ اللي هي كام درجة عشان اقدر احكم لك درجة الذكاء قد ايه؟ اكتبي لي درجة ذكاء الطفل، حددنا درجة الذكاء بتاعته، مستوى التعليمي، هل لو مستوى التعليمي منخفض يبقى احنا كده بندور في مشكلة صعوبات التعلم، مش بندور في حاجة. هل عنده حركة زيادة؟ اكتبي لي مواصفات الحالة كاملة بسلوكياتها، بتصرفاتها، بإمكانياتها، بقدراتها، باللغة، عندها في لغة ولا مفيش لغة، بيتكلم ولا بيتكلمش، عشان اقدر ان انا اساعدك، اقدر اشرح لك الموضوع اكتر باستفاضه يعني. يا جماعه حتى اللي مش عارف يكتب او ما عندوش ممكن يبقى يراسلني على الخاص، ممكن يراسلني على الخاص وانا ارد عليه في اجابه المشكله بتاعته، حتى لو مش متاح الوقت دلوقتي ان هو يكتب او حاجه. لا يا ريت تجمع لنا يا ايمان معلومات كامله عن الحاله عشان اقدر اساعدك. وده الجروب بتاعي الدعم الفني حاطه. انا بس عايزه اقول لكم اللي عنده اي سؤال او استفسار ممكن يراسلني على الخاص وانا هرد عليه ان شاء الله. اوكي ارسل لي خاص. في اي حد تاني يا جماعه عنده سؤال او عنده استفسار يتفضل. طيب يعني انا اخرج ولا ايه ظروفكم؟ يعني كلكم الحمد لله مستجيبين، ما فيش عند حد عنده اي سؤال. المحاضره كانت كل المعلومات اللي فيها كويسه يعني مفيده، مش محتاجين اي استفسار اي سؤال.